وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، كان الدستور ينص على أن مهلة اختيار رئيس الوزراء المكلف هي شهر من بداية تكليفه، كيف تقرؤون تصريح القيادي في المجلس الأعلى باقر صولاغ بأن عادل عبد المهدي يملك 100 يوم لتشكيل حكومته؟ يعني يسعد مساكم ومساء مشاهديكم الكرام. حياك الله. سبق وأن سئلت هذا السؤال في يعني حلقة سابقة، وهل سيذهب عادل عبد المهدي بكابينة وزارية بالاجتماع القادم؟ كان هناك موعد، فقلت أنه من الصعوبة أن يصل البرلمان إلى التوافقات، خاصة وأن عمق الأزمة كبير. يعني عادل عبد المهدي ليس الشخصية الفاعلة الذي يعني يحظى بقاعدة واسعة كما أي قائد في أي كتلة أخرى. طيب. وبالتالي هو عرضة للتجاذبات بين الكتل. الكتل قدمت عادل عبد المهدي للانسحاب من المشهد وتحميل، يعني سيما وأنه حرقت تلك الكتل بالفساد والتعطيل والصراعات السياسية. لكن هنا نتكلم عن مخالفة دستورية صريحة أستاذ حسين. مفهوم هو بموجب الدستور يفترض أن يقدم حكومته خلال فترة زمنية محددة، أعتقد شهر. نعم. لكن في العراق هل بقي حتى الدستور الذي كتب وعليه ألف وألف اعتراض؟ هل التزموا فيه؟ يعني هم يشتمون الدستور صباح مساء ويعترضون عليه صباح مساء يلتزمون به عندما يلبي مصالحهم ويركنونه جانبا عندما يتعارض مع مصالحهم. يعني لهذا قلنا أن النظام السياسي في العراق نظام عقيم، لا يمكن يوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى استقرار البلد وتنميته واعتماره. هناك من يرى أن هذا الحديث يراد به لبننة العراق وتحويل الحالة العراقية إلى الفراغ الحكومي، ما تعليقكم؟ والحقيقة العراق تلبنن من زمان ولا تبلقن، يعني سميه ما شئت، لأنه أنت لبنان من عام 43 لديه دستور مكونات وطوائف. نعم. ولطالما خلال 15 الماضية حذرنا نحن وغيرنا من نظام المحاصصة على أسس مذهبية وعرقية، وقلنا أنه هذا النظام سيبقى العراق بلدا للاحتراب والصراع. على الأقل في لبنان هناك، يعني مر لبنان في كثير من الصراعات السياسية والمسلحة والحروب الأهلية قبل العراق، ولا زال اللبنانيون يناضلون من أجل إحداث نظام وطني ديمقراطي، ومع الأسف لحد هسه مش قادرين يخرجوا من هاي البوتقة. أنا أشك أنه العراق يعني يستطيع الخروج من أزماته مع هذا النظام السياسي. طيب، ولمصلحة من محاولات تفريغ العراق سياسيا برأيكم؟ أنا واضح هو صاحب المشروع السياسي في الأول وفي الأخير هو الأمريكي. استفاد منه الإيراني، وظفوا الإيراني لحسابه، استفادت منه كتل محلية فاسدة. يعني صاحب الجريمة الكبرى في هذا النظام السياسي هو الأمريكان. طيب، كيف ترون مستقبل حكومة عبد المهدي في ظل الضغوط التي تمارس عليه من ناحية ومحاولة تعطيل تشكيلها من ناحية أخرى؟ يعني أنت تذكر قبل أيام قليلة كان هناك تصريح لمسؤول إيراني يقول حققنا 3-0 على الولايات المتحدة في العراق. نعم. أي بمعنى استطعنا أن نحسم رئاسة الجمهورية والمجلس البرلمان ورئاسة الوزراء. نعم. هذا التصريح اللي صدر عن مسؤول في إيران، إن كان دقيق أو صحيح، فواضح أنه هذا الحسم يعني ما راح يتيح للولايات المتحدة أن تصمد طويلا، وبالتالي ستعبث بأمن واستقرار العراق السياسي والاقتصادي وكل الأشكال. إذن العراق سيتحول إلى ساحة للتجاذب الإيراني الأمريكي في المرحلة القادمة، سيما وأنه اليوم الأمريكان بصعدوا على إيران.
نعم. كان معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان، شكرا جزيلا لك.